بما اني جوناثان الفيلسوف علشان مثقف بقدر اعرف لما اشوف انت شكلك جاي مشكلة او من خناقة امتى شديت اهدى حبة وتبطل تتشاق كل يوم شقاوة كل يوم حاجات فظيعة شوفوا الحلوة دينا الطيبة بنت المذيعة انا جوناثان وانا دينا وانا شادي اهلا وسهلا في الشقاوة والله الرقرقية طبعا هو في حد اهدى من ولادي بس كفايه دوشه بس حبه كفايه زيطه واسمعوا الحكايه اللي جايه تقولها تيتا حكيت تيتا ناديه حكايه صغنطوطه حكايه حلوه جدا ومش منطوطه حكايه تيتا ناديه حكايه صغنطوطه حكايه حلوه جدا ومش منطوطه نتجمعنا وتسمعنا حاولت فيها درس وفيها معنى الناس تتسلى بحكايتها وتكون فرحانة ومبسوطة حكاية تنازية يا عم مش مشكلة احنا هنلعب كده وخلاص يا ابني نلعب كده وخلاص ازاي احنا خمسة بس هنلعب جون مشترك انت هتاخد فادي وانا هاخد شادي وكده نبقى فريقين يا سلام وانا هلعب مع مين بقى ان شاء الله اظن هتقول لي اقف جون وماله يعني لما تقف جون ما احنا هنلعب كذا ماتش والفريق المغلوب هتبدل معاه لا يا عم انت كل مره بتقول لي كده وفي الاخر تتعبوا وتروحوا واحنا ايه بس اللي هيروحنا دلوقتي ده احنا في اجازه ونلعب براحتنا امر لله اقف بقى في الجون خد يلا بس ما تشطوش جامد العب بس اوت يا عم لا مش اوت دي كل يوم يا حاسم حلو انت تلعب جامد شويه ها جول يا شادي يا شادي ما تلعب يا شادي شادي العب يا شادي ايه يا عم كل ده ما لمستوش الكره فاول العب يا شادي وادي فنجان القهوة المظبوط يا ست الكل سلم ايديك يا حبيبتي ما تيجي تقعدي معايا شوية ده انت من صباحية ربنا وانت واقفة على حيلك هجهز الغدا للولاد وهاجي اقعد معاكي براحتي دينا دينا بذاكر يا ماما يا بنتي افتحي الباب مالك يا شادي؟ اها نعم هيكون في ايه؟ مفيش حاجة مفيش حاجة يعني ايه؟ ده انت وشك اصفر وحالك حالي اصلي كنا بنلعب كورة انا واخويا جو فحسيت اني تعبان فقلت اجي استريح شوية طب واخوك ما جاش معاك ليه؟ كده برضو بقى تسيبني وتاخد بعضك وتجري ما كنت عايز نعمل ايه يعني تقف جنبي يا اخويا بدل ما تعمل العامله وتجري زي العيال فهمني يا ابني ايه اللي حصل كنا ماما بنلعب كره في الشارع فبسلامته جاب الكره في الازاز نزل على 100 حته ازاز اللي انكسر ازاز الشباك بتاع طنط سعاد معقول وعملت ايه كان لازم طبعا اواجه الموقف وقفت قدام طنط سعاد وقلت لها انا اسف على اللي حصل واذا كان على الازاز هخلي تيتا ناديه تدفع لك ثمنه يا سلام بقى انتوا تكسروا الازاز وانا اللي ادفع الثمن
لا 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 لا، اطمني يا تيتا نادية، طنط سعاد تفهمت الموقف. تفهمت الموقف؟ ايوه، وقالت لي احنا ما نقبلش العوض، واللي حصل حصل، بس المهم ما نلعبش كرة تاني في الشارع. انا مش عارفة اعمل معاكم ايه، كل يوم جايبين لي مشكلة مع الجيران. طب رايحة فين دلوقتي؟ راح اعتذر لسعاد جارتنا، ولما اجي هيبقى لي معاكم انتوا الاتنين تصرف تاني. عن اذنكم. طيب انا هخش اوضه استراح شويه. لا تعالى هنا، انا عايزاك. تعالى امسك ايدي، عاوزاكم انتوا الاتنين في اوضتي جوه. سعاد، سعاد، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. معلش يا سعاد، حقك عليا، وان كان على الازاز اللي انكسر انا هتحمله، المهم انك ما تاخديش على خاطرك مني. يا حبيبتي خلاص الموضوع انتهى، بعدين جوناثان جه واعتذر لي وانا قبلت اعتذاره. في ايه؟ انا هنبه عليهم ما يلعبوش كره قدام باب العماره. عندهم النادي يلعبوا فيه زي ما هم عايزين. بقول لك ايه، سيبك من لعب العيال ده، وتعالى انا وانتي ندخل جوه نشرب كوبايتين شاي مع بعض. انا بقالي مده كبيره ما قعدتش معاكي، ولا كان لازم العيال يكسروا الازاز عشان تيجي تسالي عليا كده؟ برضه هو ده اسمه كلام؟ انت حتى قعدتك ما تشبهش ابدا منها. اسمعي، انا هروح اعمل الغدا للولاد قبل ما يجوا من المدرسه، وبعد كده اقعد معاكي شويه براحتي. تنوري وتانسي، ده بيتك في كل وقت، هستناكي. ربنا يخليكي ويديم المحبه اللي بيننا. صحيح. ربنا يخليكي. مع السلامه. مع السلامه. حكايتكو دي فكرتني بحكاية لازم احكيها لكو. وده وقت حكايات برضه تيتا نادية. ما انتوا لما تسمعوا الحكاية هتعرفوا ليه انا اخترت التوقيت ده عشان احكيها لكو. استنى انت يا شادي، تفضل احكي يا تيتا نادية، احنا سامعينك. كان في يا ولاد قردين، والقردين دول ما كانوش بيصيبوا بعض ابدا، اصحاب اكتر من اخوات، ياكلوا سوا ويشربوا سوا ويناموا سوا، يعني ما كانوش بيفرقوا بعض ابدا، كل حاجه كانوا يعملوها مع بعض، كانوا اصحاب اكتر من اخوات. يا سلام على المحبه اللي كانت بينهم يا ولاد، ما كانوش بيسيبوا بعض زي ما قلت لكم، حتى طلعوا يتنططوا على الشجر من فوق برضو مع بعض. وبعدين يا صاحبي هنعمل ايه في الورطه ديت؟ ما عادش فيه ولا موزه في الشجره اللي حوالينا، وانا جعان وعاوز اكل. عايز نعمل لك ايه؟ ما انا قلت لك تعالى روح على الشجره اللي في مدخل الغابه وانت ما رضيتش. قد انت عارف كويس ان بيت الدب في مدخل الغابه، ومش معقول نروح له برجلينا. خليك شجاع وبطل خوف. هو يعني الدب لو شافنا هيعمل لنا ايه؟ لا هيعمل كتير يا فالح، الدب مش ممكن ينسى اننا قعدنا نتريق عليه قدام الحيوانات بتاعت الغابة كلها، ولو شفنا دلوقتي مش هيعديها على خير. اسمع كلامه وما تنشفش دماغك، الشجر هناك مليان موز ومانجا وفواكه بتدور على اللي يقطفها. تعالى تعالى يا صاحبي نجيب لنا شوية، العصير برضه بتصوصو. قطقط قطقط. ولو قابلنا الدب دلوقتي يا فالح هنعمل ايه؟ لا 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 لا، ما يهمكش، خلي الموضوع ده عليا انا، وتطمن على الاخر. انا مش ممكن اسمح لاي حيوان انه يقرب منك ويحاول يضرك. ده انت صاحبي، قط صاحبي، ولازم ادافع عنك في وقت الشده. امري لله، بس المهم تخليك جنبي وما تبعدش عني. قط ابعد عنك، ابعد عنك، روح فين واحنا اصحاب ومالناش غير بعض؟ تعالى 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 نروح ناخد المانجا قبل ما حد غيرنا يقطفها. قط شيل معايا السلم. لا شيل اكتر. ايوه قطعت انت من فوق، انت امسك السلم من فوق وانا همسك السلم من تحت. قطعت بس يا صاحبي انا بقالي كتير ما اكلتش، انا جعان قوي ونفسي اكل موز، بس المانجا دي عجباني قوي. هناكل موز ومانجا وكل اللي انت بتحبه. قطعت ما تيجي نطلع ناكلها؟ يلا بينا. طب يلا بقى حط السلم على الشجره دي. ايوه واطلع بقى، اطلع هات المانجا اللي هناك دي. لا مش دي، التانية الصفرة. قط لا قلتلك مش الخضرة، الصفرة.
ايوه احذفها لي. طب انزل انت بقى، انا هطلع. يلا اطلع 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 اطلع. ها ها يلا يلا بقى، ابعت لي بقى مانجايه، ابعت لي مانجايه. خد يا صاحبي، خد المانجا دي حلوه، بس بقول لك سيب لي المانجا الثانيه عشان بحبها، شكلها حلو. ما يلا يا عم نط اط 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 اط، ما يلا نط، هي دي اول مره تنط فيها من على الشجره. اط 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 اط. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا بقى يا صاحبي. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ اط 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 اط. رجلي اتكسرت. سلامت رجلك سلامت رجلك. رجلي انا مش قادر اقف عليها. اط 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 اط. كان لازم تاخد بالك وانت بتنط، كان لازم تاخد بالك وانت بتنط. اط 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 اط. بدل نصايحك دي كلها اعمل حاجه، اتحرك سددني عشان اروح البيت. انت بحالتك دي مش هتقدر تتحرك. اسمع انا 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 هروح عند باقي القرود ونحاول كلنا نساعدك. اقف 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 اقف. طيب بس اوعى تتاخر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ سامع يا صاحبي اللي انا سامعه؟ اقف اقف. انت سامع اللي انا سامعه؟ قط 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 قط. ده صوت الدب، ده اكيد جاي على هنا. هنعمل ايه دلوقتي يا صاحبي؟ انا هطلع فوق الشجره، الدب مش ممكن يوصل لي وانا فوق الاقصاد. انا مفيش في ايدي حاجه يا صاحبي اقدر اعملها لك. ايه وهتسيبني هنا لوحدي؟ قال يا روح ما بعدك روح. طيب ساعدني اطلع معاك. مفيش وقت مفيش وقت، اصل انت رجلك بتقوم بتوجعك ومش هتقدر تطلع، والوقت مش هيسعفك ولا هيسعفني، فسيبني انا اطلع الله يخليك، اصل الدب على وصول. اب 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 كده يا صاحبي، مفيش غير اني اعمل نفسي مي. انا سمعت من جدي الكبير ان الدب عمره ما بياكل ميتين، وانا هعمل نفسي مي. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. بس أنا شايفة غريبة، الدب سابك ومشي بعيد، بس قبل ما يمشي وطى عليك وقال لك كلمتين في ودانك. هو كان بيقول لك إيه يا صديقي؟ كان بيقول لي لما تفكر تختار لك صاحب، ما تختارش إلا الحيلة اللي يهرب منك وقت الشدة. فهمت بقى يا حبيبي ايه اللي مقصود من الحكايه؟ انا فهمت قصدك يا تيتا ناديه، وعرفت ان انت حكيت لنا الحكايه. انا اسف يا جو، حقك عليا، انا مش هعمل كده تاني. اوكي ولا همك يا جميل. لازم تعرفوا يا ولاد ان الاخ مش لازم يتخلى عن اخوه ابدا وقت الشده، وحتى لو ده حصل ربنا برضو ما يتخلاش عننا ابدا. بما اني جوناثان الفيلسوف، علشان مثقف بقدر اعرف لما اشوف ماله. انت شكلك جاي من مشكله او من خناقه، طيب. امتى شديد الحبه وتبطل تتشاق؟ امتى؟ كل يوم شقاوه. انت عمال تصور من الصبح دي؟ شوف الحلوه دينا الطيبه. هرينا يا اخي من الصبح. انا جوناثان وانا دي الاول. طبعا هو في حد اهدى من ولادي يعني حتى لو بس حبه تغيرت. هاي حكيت حلوه جدا ومش منطوقه. قول وائل يوسف اللي شال جيمي شولدر شولدر اهو شولدر ولا شولدر. حكيت حلوه جدا. ايوه اثبتي كده مريم بقى، حط لها مسمارين. اتجمعنا وتسمعنا. مفرة مفرة تعدي كده اهو وتقعدي جنبي. سلب حكايتها تعملي ايه؟ فرحانة ومبسوطة. حكاية في تنازل.